السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة حول افتتاح أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث افتتحت الجلسة قبل قليل وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن قلقه إزاء مضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين. وأيضا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 33 في مدينة جنيف السويسرية، استنكر زيد بن رعد الحسين سياسة سحب الجنسية من المواطنين في البحرين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع. أشعر بالقلق من مضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين، وأشعر بالقلق من التشريعات التي تمكن البحرين من سحب الجنسية دون اتباع الإجراءات القانونية. أنا أحث على اهتمام أكبر بقضية سحب الجنسيات في البحرين. حالة حقوق الإنسان مقلقة في البحرين، وسحق أصوات الشعب سيؤدي لنتائج كارثية، وعلى السلطات البحرينية الامتثال لتوصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والانخراط بشكل أكثر فعالية مع مكتبي وكذلك مع الإجراءات الخاصة بهذا المجلس. ولتفاصيل أكثر حول هذه الجلسة الافتتاحية معنا مفدنا إلى جنيف، مفد لؤلؤة عباس محمد. عباس، ما هي الأجواء والصورة السائدة لديك؟ نعم زينب، في البداية تحية لك ولكل مشاهدي قناة اللؤلؤة. يعني افتتاح الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان هنا في جنيف، كان التقرير أو كلمة المفوض السامي زيد رعد الحسين كان الأبرز، وبالطبع فيما خص البحرين، إذ مجددا أعرب يعني عن قلقه بشأن الحالة الحقوقية وبشأن إسقاط الجنسيات وبمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر والنشطاء الحقوقيين من السفر يعني والمشاركة في هكذا مناسبات حقوقية. الكثير من الانتقادات والمطالبات مجددا لحكومة المنامة، ولكن للتعليق أكثر على هذه النقاط معي هنا واستضيف بالطبع أستاذ محمد صفا، أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وحقوق الإنسان. أستاذ محمد مساء الخير، في البداية كيف قرأتم ما هي تعليقاتكم على كلام الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما خص الحالة الحقوقية في البحرين؟ أولا نثمن عاليا ما ورد في كلمة المفوض السامي عندما قال أن الشعب البحريني يتعرض إلى سحق حقوقه على أيدي حكومة البحرين. إنه كلام يعني يعبر عن الواقع الفعلي لما يجري في البحرين، ولكننا نريد أن ننتقل من هذا الانتقاد العنيف إلى إجراءات حازمة، على الأقل هو بطرد الوفد الرسمي البحريني من مجلس حقوق الإنسان وتجميد عضوية البحرين في البعثة البحرينية في جنيف. نعم أستاذ محمد، يعني لماذا يكرر في كل مرة المفوض السامي الأمير زيد رعد الحسين يعني طلبه أو طلباته من حكومة البحرين يعني نفس الأمور حول الحالة الحقوقية والالتزامات الدولية، الإيفاء بالالتزامات الدولية واحترام حقوق الإنسان في البلاد؟ يعني هي هذه المطالبة مهمة ومشروعة، ولكنها لم تعد تكفي. يعني عندما يتحدث اليوم عن سحق، هذه لأول مرة يلفظ كلمة سحق، يعني سحق هو إبادة، وهو حقيقة ما يجري اليوم في البحرين. نريد اليوم أن ننتقل من القلق والانتقادات إلى خطوات أكثر حزما وجدية. يعني عندما يطالب مثلا بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، كيف يمكن أن تنفذ هذه التوصيات وكل المدافعين عن حقوق الإنسان منفيين أو موجودين بالسجن؟ يعني حكومة البحرين تعرقل ولا تريد للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان أن تتم في أيار المقبل. أستاذ محمد، يعني طلبتم بطرد الوفد البحريني الرسمي من هنا من مجلس حقوق الإنسان، هل هذا ممكن؟ ولماذا قد تصلون إلى المطالبة؟ يعني أليس من حق هذا الوفد المجيء هنا والرد على يعني على كل التقارير التي تصل إلى المجلس؟ عندما يمنع
المدافعون عن حقوق الإنسان من السفر ومن المجيء للمشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان سواء الماضية أو الحالية، يجب أن يكون أن نطالب بعدم تمثيل الحكومة البحرينية أو المجلس النيابي البحريني في الدورة، إما أن يشارك المدافعون وعندها لا نعترض على مشاركة وفد من الحكومة البحرينية، أما أن يشارك وفد برلماني بحريني ويحذر على المدافعين على ممثلي الشعب البحريني والمدافعين عن مطالبه، فهذا أقل ما هو نطلبه هو منعه من المشاركة أيضا. أريد التعليق هنا على كلمة سحق التي استخدمها الأمير زيد رعد الحسين وعلقت عليها، يعني ما الذي قد تغير حتى يستخدم المفوض السامي هذه الكلمة؟ ونحن نعرف يعني في هكذا مؤسسات الانتقاء يكون انتقاء الكلمات والعبارات يتم بعناية. لأن ما يجري اليوم في البحرين بات يفوق التصور والمعايير، هناك سحق، هناك حصار لقرية الدراز 85 يوما، هناك التعذيب في السجون، هناك منع المدافعين، هناك منع الانترنت، علقت كافة الحريات في البحرين، لم يبقى شيء. فأعتقد أن كلمة سحق هي تعبر عما هو الواقع الفعلي اليوم في البحرين، وهذا ما يجب أن يعرفه كل يعني المشاركين في مجلس حقوق الإنسان. ولا أزيع سرا اليوم أن أقول لكم أننا تلقينا رسالة من سماحة الشيخ علي سلمان رمز المعارضة البحرينية، والتي ستلقى بعد حوالي نصف ساعة أمام القاعة العامة في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثالث. نعم بالطبع، وستكون هذه الكلمة منقولة مباشرة عبر قناة اللؤلؤ. السؤال الأخير أستاذ محمد صفا، برأيك هل ستتلقف الحكومة البحرينية هذه المطالب من الأمير زيد رعد الحسين هذه المرة، أم مجددا سيخرج السفير البحريني هنا أم وزير الخارجية ليهاجم أعلى مؤسسة حقوقية في العالم؟ يعني باتت حكومة البحرين معزولة ومطوقة، سواء بالكلمة الهامة التي ألقاها اليوم سعادة المفوض العام أو بالامتعاض الشديد من تصريحات وزير خارجية البحرين بهجومه على مجلس حقوق الإنسان باتهامه بالتسييس. فأعتقد أنه لم يعد هناك منافذ لحكومة البحرين، أو على الأقل ممكن هم يعني بسبب هذا الحصار هم أن يخرجوا من مجلس حقوق الإنسان. يعني نحن نطالب طبعا بطردهم بتجميد عضويتهم، ولكن هناك انتقاد شامل، يعني حتى حلفاء حكومة البحرين اليوم هم ممتعضون من التصريحات التي أطلقها وزير خارجية البحرين، هجوم على مجلس حقوق الإنسان، هجوم على المفوض السامي لحقوق الإنسان، منع المسافر المدافعين من المجيء إلى جنيف. يعني البحرين أصبحت دولة بوليسية ديكتاتورية، هي أكبر دولة اليوم في العالم تتلقى مفوضية الأمم المتحدة بلاغات عن الانتهاكات والتعذيب رغم يعني عدد سكانها القليل. نعم أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وحقوق الإنسان محمد صفا، أشكرك جزيل الشكر. إذن زينب، هذا كان تعليق الأستاذ محمد صفا أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وحقوق الإنسان حول مواقف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم في تقريرها الافتتاحي للدورة 33. بالطبع سنكون معكم في كل جديد. عودة إليك زينب. اللؤلؤة إلى جنيف عباس محمد، شكرا جزيلا لك ولضيفك أيضا. وأيضا حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من تونس الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف. أهلا بك بداية أستاذ زهير. مرحبا بكم، مرحبا بمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ زهير. يعني المفوض السامي زيد بن رعد الحسين وجه انتقادات لاذعة جدا للحكومة البحرينية وحملها مسؤولية عدم الوفاء بالالتزامات الدولية حول وضع حقوق الإنسان، كيف تقرؤون هذا الأمر؟ أكيد منذ شهر مارس الفارط والسجال يقع ما بين زيد وخالد أمير
وزير الخارجية البحريني. هذا يؤكد أن هذا السجال سيصل مداه في مجلس حقوق الإنسان القادم. وتوجيه زيد بن رعد هذه الاتهامات أو هذه المؤاخذات إذا ما أردنا أن نصل بها إلى منزلة الاتهامات، هذه المؤاخذات لم تستجب لها حكومة البحرين وردت ردا سيئا للغاية، إذ قالت أن زيد لا يملك قراره، وبالتالي بدأ الصراع ما بين المنظومة الحقوقية الدولية والمفوض السامي وما بين وزارة الخارجية والنظام البحريني. النظام البحريني سبق أنه لم يعر أي من الاتفاقيات وأي من المعاهدات أي أهمية، وبالتالي هو يركب رأسه، لأنه حقيقة مثل ما قال لزيد بن رعد أنه لا يملك قراره، أنا أقول أن نظام البحرين لا يملك قراره لأن أسياده السعوديين يريدون له أن لا يخضع للمقررات الأممية وللاتفاقيات الدولية الحقوقية، ويريد ويراد من المنظومة الحقوقية أن يقع إهانتها من خلال إهانة المفوض السامي. هذه التداعيات يمكن أن تنتج عنها كثير من المستقبل المظلم ضد نظام البحرين، لأن مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدولي الشامل مستقبلا سيقوم باتخاذ كثير من الإجراءات الحقيقية، لأن نظام البحرين منذ أكثر من 6 سنوات لم يلبي ولا شرطا من الشروط ولم يلبي أي من التوصيات، وسبق أن بسيوني وهذه التوصيات وقع ضرب بها عرض الحائط، وبالتالي منظومة حقوق الإنسان لدى سلطة البحرين هي منظومة ثانوية بالنسبة لي. ما هو نوع هذه الإجراءات التي تشير إليها أستاذ زهير والتي ممكن أن يتخذها مجلس حقوق الإنسان للضغط أكثر على الحكومة البحرينية؟ أكيد مجلس حقوق الإنسان له آلياته وله لجانه وله مقرريه الخاصين، باعتبار أن منظومة البحرين أو البحرين دولة البحرين قد أمضت على اتفاقيات ويمكن أن يقع إدانتها لدى مجلس حقوق الإنسان، ويمكن أن يقع إلغاء الاتفاقيات معها، وهذا له تداعيات حقيقية، إذ أن الاقتراض والدعم اللوجستي والمالي الدولي يمكن أن يقع تعطيله من خلال تعطيل الاتفاقيات. أكيد أن نظام البحرين يعرف جيدا أن مجلس حقوق الإنسان ليس سلطة تقريرية أو سلطة عدلية أو سلطة جنائية، ولكن نحن نطمح إلى أن مجلس حقوق الإنسان يقوم بأدوار حقيقية، من مثل بعث مقررين خاصين وفرضهم على نظام البحرين، وقيام اللجان الخاصة لديه بأدوار حقيقية، وكتابة التقارير من أجل إدانة هذا النظام على كل المستويات، وهذه الإدانة هي كافية لتعطيل الاقتراض لهذا النظام ومحاصرته وعدم وضع المساحيق على وجهه، طالما أن هذا النظام يستند إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المنظومة الحقوقية ويضع المساحيق ويقول أنه يحترم حقوق الإنسان، طالما أنه قام بهذا الدور، طالما أن مجلس حقوق الإنسان يقوم بدور سلبي، ولكن في المستقبل مجلس حقوق الإنسان لن يعطي مساحيق لهذا النظام، وسيقوم بأدوار مثل بعث مقررين خاصين. في إطار متصل بما تتحدث به أستاذ زهير، يعني كانت لافتة اليوم كلمة زيد بن رعد الحسين تحديدا عندما اتهم الحكومة البحرينية بسحق أصوات الشعب، قال هذه الجملة بالحرف، بدلا من أن تخدمه. ما هو المؤشر الحقوقي من خلال ما قاله زيد بن رعد الحسين حول الوضع في البحرين؟ شوف، زيد بن رعد هو قال الحقيقة، لم يبالغ، لأن هذه هي حقيقة نظام البحرين. ولكن ما هي المقتضيات أو مستلزمات هذا الخطاب؟ إن هذا الخطاب على الأقل هو أشار إلى جزء من الحقيقة وأشار إلى حقيقة ما يقع في البحرين من انتهاكات منذ 6 سنوات. هذه الإشارة هي التي يرفضها نظام البحرين
لأنه طالما استند إلى هذا المجلس لتزيين وجهه القبيح ولوضع المساحيق. اليوم ظهر بالدليل القاطع أن المفوض السامي له من التقييم ومن التشخيص الصحيح لهذا النظام ولتجاوزاته، هذا كافي. ولكن هل أن هذا سيؤول إلى أعمال فعلية أو إلى تفعيل الآليات الحقيقية في مجلس حقوق الإنسان؟ أنا أقول هذا الآن هو إشارة كافية ويمكن مراكمتها من خلال الفعل الحقوقي ومن خلال مراكمة هذه الأعمال من القوى المدنية الحقوقية الدولية ومن خلال المجتمع المدني الدولي الحقوقي ومن خلال المجتمع المدني الحقوقي البحريني. وبالتالي نحن مطالبون دوليا ومطالب المجتمع الحقوقي البحريني أن يراكم هذا الدور إلى أفعال جديدة، ونطالب مجلس حقوق الإنسان في استعراض الدوري الشامل المقبل أن يفعل الآليات وأن يضع عقوبات بوضع حد للاتفاقيات التي أمضت عليها البحرين باعتبارها قد خرقتها، وهذا يعطي مؤشر جديد على أن هذا النظام لا يحترم تعهداته ولا يحترم التزاماته ولا يحترم اتفاقياته. هذا المؤشر الذي قام به اليوم زيد بن رعد هو حقيقة مؤشر سلبي ضد نظام البحرين. وما على هذا النظام إلا أن يستجيب حقيقة لتطلعات الجماهير المدنية ولهذه الحراك السلمي والمدني الذي طالب بالحد الأدنى من الحقوق، ولكن هذا النظام دائما لا يملك مصيره، لا يملك قراره، لأن أسياده لا يريدونه أن يقوم بأدوار حقوقية، لأن هذه الأدوار ستكون كرة النار أو ستعتبر ككرة النار تتدحرج في المنطقة كلها، في منطقة الخليج التي يراد منها أن تكون منطقة تحترم حقوق الإنسان. وإذا بدأت من البحرين سيعم فضلها ونورها على كامل المنطقة الخليجية، ولكن الأسياد الذين لا يريدون لحقوق الإنسان أن تعم في هذه المنطقة، لا يريدون للبحرين أن تبادر بهذه المبادرات الحقيقية في احترام حقوق الإنسان. نعم، طيب بما أنك أشرت أستاذ زهير إلى أن مساحيق التجميل لم تعد تنفع مع الحكومة البحرينية وبأن حملات العلاقات العامة التي تقوم بها باتت مفضوحة اليوم أمام المجتمع الدولي وأمام النشطاء والحقوقيين الدوليين، برأيك هل ستدرك الحكومة البحرينية مخاطر هذا الأمر، وبالتالي هل ستتجاوب مع الدعوات الدولية للوفاء بالتزاماتها، أم أنها لن تكترث لذلك بسبب حمايتها من قبل بعض الدول الأقليمية وأيضا القوى الكبرى في العالم؟ والله استتباعا للمؤشرات التي قامت بها منذ 5 سنوات بعد الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني وتقرير بسيوني، أنا يتأكد لي أنه لا يوجد عقل رشيد في نظام البحرين. هذا العقل الذي لابد أن يستجيب اليوم لتطلعات الشعب، هو لا يستجيب لتطلعات الآخرين بقدر ما يستجيب لتطلعات شعبه، ولكن في 6 سنوات لم يستجب هذا النظام للمطالب الحقيقية والحقوقية لشعبه، وبالتالي أنا ليس لي أمل في هذا النظام لاستجابته للمطالب الحقوقية. وطالما أنه حاول أن يضع المساحيق وأن يحرف الحقائق وأن يستعمل نفس الآليات الحقوقية الدولية من أجل تزيين صورته، ولكن هذه المرة لا أظن أن هذه الصورة قد وقع تزيينها بشكل كامل، ولا أظن هذا النظام أنه سيلتزم بحقوق الإنسان وسيفعل مسارات حقوق الإنسان. هو سيركب رأسه، هذا هو نسقه، وخاصة أنه لم يقع تغيير في الهيكل الرسمي لدى نظام البحرين، وأساسا رئيس وزير الداخلية البحريني باعتباره هو الرجل القوي الذي يمسك بالسلطة في البحرين. أما الأمير أو الملك فأنا لا أتصور أن هذا الملك له من القرارات السيادية، لأنه محكوم بأسياده في السعودية ومحكوم برموز الفساد والاستبداد من داخل البحرين.
نعم، بما أنه محكوم إليهم، يعني هل من عقل يقدر أن يتخيل أن حاكم دولة ما يعمل على تخريب هذه الدولة وعلى المضي إلى الهاوية في هذه الدولة؟ ما الذي يبرر ذلك؟ معروف ماذا يبرر، من يبرر هذا؟ المنطقة على كف عفريت، وإذا بدأت الإصلاحات في البحرين سينطلق نورها إلى كل المنطقة، في الخليج، في الإمارات، في السعودية، وفي المنطقة كلها. ولكن الأم الحاضنة للاستبداد والقمع في المنطقة وهي السعودية لا تريد لهذا النور أن ينطلق من البحرين، أولا لأنها تعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية، وتعتبر أنها منطقة يمتلكها آخرون، وهي دائما تتهم إيران رغم أن إيران لا دخل لها ولا وجود لها في البحرين، ولكن هي تعتبر أنها لو فتحت منارة من مناره ديمقراطية في البحرين ستكون هذه المنارة تعم على كل منطقة الخليج. هم لا يريدون هذا التغيير، لأن هذا التغيير سيأتي على عروشهم، وسيأتي على ممالكهم، وسيأتي على وجههم الذي طالما زينوه بمساحيق المال السياسي ومساحيق شراء الذمم. وبالتالي أنا لا أتصور أنه سيقع تزحزح أو تحلحل في القرار في البحرين، باعتبار كما قلت لك أن القرار يمتلكه الأسياد في السعودية، والأسياد لا يريدون تغييرا ديمقراطيا في منطقتهم ككل. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. والآن ننتقل مشاهدينا إلى تقرير أعد حول الجلسة الافتتاحية في جنيف لمجلس حقوق الإنسان بالطبع، والتي تخللها انتقاد لاذع من قبل المفوض السامي زيد بن رعد الحسين للحكومة البحرينية حول عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في البلاد. نتابع. انطلقت أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف. المفوض السامي افتتح الجلسة بالقول إن الحكومات تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان واحترام المعايير، كما إنه من المقلق الاستقطاب المتزايد داخل المجلس، فضلا عن المحاولات الواضحة من قبل الدول لمنع أو تفادي مراقبة حقوق الإنسان. وأكد زيد بن رعد الحسين أن انتهاكات حقوق الإنسان لن تختفي عبر وصول الوفود الحكومية إلى المراقبين الدوليين أو عن طريق حملات العلاقات العامة. أشعر بالقلق من مضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين، وأشعر بالقلق من التشريعات التي تمكن البحرين من سحب الجنسية دون اتباع الإجراءات القانونية. أنا أحث على اهتمام أكبر بقضية سحب الجنسيات في البحرين. حالة حقوق الإنسان مقلقة في البحرين، وسحق أصوات الشعب سيؤدي لنتائج كارثية، وعلى السلطات البحرينية الامتثال لتوصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والانخراط بشكل أكثر فعالية مع مكتبي وكذلك مع الإجراءات الخاصة بهذا المجلس. حقوق الإنسان في البحرين. في ظل غياب العدالة الاجتماعية. إذن نعود مشاهدينا إلى جنيف تحديدا مع كلمة المسؤول الإعلامي لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان وعضو الوفد الأهلي إلى جنيف باقر درويش لاستماع كلمته إلى هناك. نشهد تصاعدا خطيرا لحالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، خصوصا بعد إسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم ومحاكمته بشكل كيدي، ما يشكل محاكمة للمكون الأساسي والأصيل لشعب البحرين. إن شعب البحرين المطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية يأمل من المجتمع الدولي دعمه في مطالبه العادلة والمشروعة وتقديم قيمه في احترام الحقوق على المصالح الأخرى. وعلى الرغم من أن حركة الشعب البحريني هي أكثر الحركات وضوحا في مطالبها الديمقراطية ومن أكثرها تمسكا بالأساليب السلمية، وفي الوقت الذي يقدر فيه المواقف التي تدين الانتهاكات والدعوات المتكررة إلى إجراء حوار ذي مغزى ينتج حلا سياسيا توافقيا، إلا أنه يرى أن هذه المواقف لم تؤدي لوقف الانتهاكات والدفع لحوار حقيقي مع المعارضة. ولهذا فإني أتطلع إلى المجتمع الحقوقي الدولي بإلزام حكومة البحرين بتنفيذ تعهداتها الدولية والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة
بطريقة ديمقراطية والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار. كما نحث مجلسكم الموقر بمطالبة البحرين بالتالي: تفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء، ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين. المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، والسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية والانضمام لاتفاقية روما، والسماح للمقررين الأمميين بزيارة البحرين، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين. شكرا. Thank you. Organization for Defending Victims of Violence. وبطبع مشاهدينا سنكون معكم في كل جديد فيما يتعلق بالوضع البحريني خلال أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. لكم منا أطيب الأمانة.